ب 49 ريال هفطركم لو كنتوا شخصين. بس قبل اي حاجه انا عايزك تعرف ان الخبازين الاربعه الاول بلا منازعه، الخبازين الاربعه اكلاته مسمعه. بناكد على كلامنا، ب 49 ريال هتاخد وجبه عربي ما شاء الله كبيره، عباره عن سندوتشين، سندوتش دجاج وسندوتش لحمه مع البطاطس والسلطه والصوص، ده غير كمان هتاخد ربع كيلو صفيحه لحمه عباره عن 9 حبات، وكل ده وبس، مش هتلاقي غير عند الخبازين الاربعه وفي اي فرع من فروعهم. طيب ممكن تجيب ايه تاني ب 49 ريال من عند الخبازين الاربعه؟ واحده بيتزا سلامي وربع كيلو صفيحه بيطلع 9 حبات صفيحه لحم، متهيألي مفيش اروع من كده. طيب والاخواتنا السوريين، الناس ده عندهم معروك سوري وبارخص سعر في قطر ب 10 ريال بس للحبه، وموجوده عندهم بالاربع اطعمه، بالجبنه وبالشوكولاته وبالتمر وبجوز الهند. اقول لكم على حاجه، يلا بينا نشوف. طيب نبدا بمعشوقه الجماهير، الشاورما الفراخ. نمكس نمكس في قلبك شاورمة اللحمة مع الطحينة، بسم الله تعدل مزاج مزاجك. وصفيحة اللحمة ما شاء الله رقيقة وخفيفة، ورغم ان احنا سيبناها فترة كبيرة عشان التصوير ما شاء الله لسه زي ما هي طرية. نقول بسم الله. ونسيت اقولك ان بنزل لك مع الاكل احلى كوباية شاي من عندهم. وبس كده يا بشوات، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.